والله عندنا ربط وعندنا ملسنة وعندنا أشكال، والسرحي عندنا أشكال، عندنا إحنا يعني السرحي ما يسرح برا مو مربط، هذا مو على الشعير وما الشعير. والله أسعار الطليان الربط اللي أوزانهم بالخمسينات وفوق تقريبا 8.25 يطلع 8.5 الأوزان ماله الوزن، والناعم يعني هذا الناعم للعشرة آلاف يصل الكيلو. والله إحنا مفتحين يعني من الستة للستة المغرب، احنا بيع شرايا على الشارع يعني اهل سوق الغنم من جواه يعني للعشرة للي داعش ينتهي السوق، ما يظل من الصبح للي داعش هيك ينتهي السوق. سوري يجي ثقيل اقصابه، سوري التركي الايراني والعراقي اطيب يعني بالاكل اطيب تعرف، هذا الهرفي مال السنه يجي مال ديرتنا ناعم، والسوري ثقيل كله اقصابه يعني 50 وفوق. الاسعار السوري تحصل ب 8.5 8600 واوزانه ثقيله اقصابه، بس ابو المحل اقصابه يعلقه. العراقي بتسعه وبعشره بتسعه الربط، والهرفي مال السنه 10 10.5 يوصل. اكو تركي ايراني وسوري وعراقي، بس الارغب شيء العراقي، الاقبال ضعيف. قول لي ليش الاسعار غاليه؟ لان قبل سنه كان الربط ب 6.5، هسه الربط الجمله ماله ب 9000 دينار الكيلو، بتسعه ودلاله تنطي الكيلو، الكيلو والحي يعني يوقف عليك اللحم ب 18000. الاسعار ما مستقره، يوم الخاله نازله يوم صاعده، اكو بالمعامل نازله ماكو بالمعامل صاعده، فقرار ماكو ثابت لحد الان. الشعير ما سوى حسب الاسعار 450 500 الشعير الكيلو الطن ب 500، فماكو اسعار ثابته. والله هو الشعير العراقي المفضل والخاله العراقيه مع المعامل، والله طبعا هو بالصيف يعني يظل استقر نفس الاستقرار، بس بالشتاء يصير به صعود ونزول ويصير سحب ضعيف، يعني هسه حاليا غير سحب فرد مره صفر ماكو.